السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع الماضي وضع حيز الخدمة مؤسسة استشفائية في بلدية شلف، يعني في مدينة شلف وبالضبط في حي النصر. وهذه المؤسسة الاستشفائية خاصة في الجراحة العامة والتوليد، وهي تابعة للقطاع الخاص، حيث أنه تم تدشينها من طرف وزير الصحة بمعية والي ولاية شلف. إذن هنيئا لسكان مدينة شلف بهذه المؤسسة الاستشفائية أو عيادة، وهي في الحقيقة مستشفى بستين سرير. إذن هنيئا لسكان بلدية شلف، وإن شاء الله المزيد في الميادين أخرى، والسلام عليكم.